أعطى أعطى قياس موصلية محلول مائي لحمض الإيثانويك أعطى قياس موصلية محلول مائي لحمض إيثانويك تركيزه C إيكال 10 أس ناقص 3 مول لتر موانزا تركيزه C يساوي 10 أس ناقص 3 مول لتر أس ناقص 1 مول في اللتر أس ناقص 1 وحجمه في وحجمه في وحجمه في القيمة سيجما تساوي 4.9 4.9 في 10 أس ناقص 3 سيمنس متر موانزا دونك سيجما إيكال 4.9 في 10 أس ناقص 3 سيمنس متر موانزا سيمنس الوحدة ديال الموصلية اللي هي سيمنس في المتر موانزا موصلية ديال واحد المحلول ياك سي 10 أس ناقص 3 مول في اللتر موانزا صافي سي هو 10 أس ناقص 3 مول لتر موانزا دونك السؤال بلوتو نعطي بعدا نعطي لومدا اش 3 بلس شنو كيتسماو هادو لومدا اش 3 بلس واخا نكتبو القيمة ديالها بعدا 35 ملي سيمنس متر مربع مول موانزا 35 ملي سيمنس متر مربع مول موانزا وي شنو هما هادو وي لومدا ديال سي اش 3 سي او او موان ايكال 4.1 ملي سيمنس متر كاري مول موانزا يلا دونك الاسئله ديالنا شنو هي اولا اكتب معادله التفاعل الحاصل اكتب معادله التفاعل الحاصل السؤال الثاني احسب قيمه خارج التفاعل عند التوازن احسب قيمة خارج تفاعل عند التوازن احسب قيمة خارج تفاعل عند التوازن شكون هو خارج تفاعل عند التوازن هو كار ايكيليبغ ياك دونك كار اليكيليبغ كار اليكيليبغ ياك دونك واخا بعدا نديرو مراجعة شوية هاد الموصلية دونك موصلية محلول وي دونك شنو هي الموصلية بعدا موصلية واحد محلول موصلية لمد التيار الكهربائي صافي دونك الموصليه هي قدره هذا المحلول على ايصال التيار الكهربائي شكون اللي كيوصل التيار الكهربائي في هذا المحلول قلنا ايونات صح الايونات هما اللي كيوصلوا التيار الكهربائي في محلول يعني هذه الموصليه هذه سيجما غادي تتعلق باش بالايونات اللي كاينين فاش في المحلول جا نقولوا موصليه محلول يعني الموصليه ديال الايونات صافي دير هاد السيجما غادي تتعلق بالايونات اللي كاينين في هاد المحلولات اذا شنو هما هاد الايونات اللي كاينين في المحلول ندير بعدا معادله التفاعل دونك معادله التفاعل مزدوجه ترى ديجا درناهم وي قبل دونك معادله التفاعل هي سي اش 3 سي او اش زائد اش 2 او وي صحيح سي اش 3 شنو التفاعل تفاعل غير كلي زائد اش 3 او فلوس دونك هادو اكو هنا اكو ياك ليكيد وهنايا اكو وي دونك شكون هما ايون هذا واش ايون ساش 3 سي واش ايون هذا ماشي ايون ياك صافي ايون ذره او لا جزيئه فقدت او اكتسبت الكترونين او اكثر دونك هذا الشحنه ديالو شحال زيرو دونك الماء زيرو دونك هادو ماشي ايونات ساش 3 سي وما ايون اش 3 بلس ايو دونك هادو ايونات هذا وهذا ماشي ايونات هادو ايونات يعني سيجما غادي تعلق باش هذا وهذا مزيان دونك انا شنو بغيت بغيت نقلب على كار ياك اليكيليبر صافي
دونك نكتب بعدا شنو هو كاير الي كيليب. كاير الي كيليب وي هو تركيز ديال من؟ صحيح هو تركيز ديال ستاج 3 سي او او موان زيد فوا تركيز ديال ستاج 3 بلس على من؟ اشنو خاصني هنا؟ وي ولكن اشنو خاصني هنا؟ هذا كاير وختاش يعني هذا فوقاش الي كيليبر هنايا الي كيليبر هنايا الي كيليبر دونك خصني التراكيز عند توازن دونك بغيت خارج التفاعل عند التوازن يعني هاد التراكيز خصني نحسبهم في التوازن من غادي نجيبهم الجدول الوصفي صافي نشوف الجدول الوصفي ديما الجدول الوصفي ولا هادي سلك دونك الجدول الوصفي لهاد التفاعل دونك بداية التفاعل خلال التفاعل هنايا غادي ندير عند التوازن صافي ملي تنقول توازن يعني راني في ليطا فينال ياك يعني التفاعل دونك ستاج 3 سي او اش زائد اش 2 او دونك غتعطيني ستاج 3 سي او موان بلوس اش 3 او بلوس دونك هنا عطاونا تركيز ديال هذا والحجم يعني كمية المادة ديالو شحال كتساوي وي ان زيرو صحيح كمية المادة البدائية ديال ستة اش 3 سي او او اش دونك عطاونا التركيز ياك وعطاونا الحجم دونك هي التركيز سي فوا الحجم اللي هو في ديال المحلول دونك هنايا سي فوا في مزيان اش دوزو وافير ياك زيرو زيرو من بعد اكس اكس عند التوازن اكس اكيليبر وي هنا اكس اكيليبر هنا اكس اكيليبر ياك مزيانة اكس اكيليبر اكس اكيليبر دونك انا بغيت التراكيز عند التوازن التركيز ديال ساج 3 سي او موان صافي التركيز ديال اش 3 او بلوس دونك هنا انطلاقا من هاد الجدول شحال كيساوي لي التركيز ديال اش 3 بليتو واخا عند التوازن اكس اكيليبر على في اش كتمثل هادي كمية المادة ديال من ديال اش 3 فوق اش عند التوازن هادي كمية المادة ديال اش 3 سي او موان هي عند التوازن دونك الا بغيت نحسب التركيز التركيز هو كمية المادة مقسومة على من على الحجم دونك التركيز هو كمية المادة على الحجم دونك إلا بغيت نحسب التركيز ديال اش 3 بلوس اليكيليبر التعبير ديالو بلوس هو كاع التعبير وي هو اكس اكيليبر كمية المادة ديالو على حجم في التركيز ديال اش 3 سي او او موان شحال هو اليكيليبر حتى هو لا ميم شوز اكس اكيليبر على يعني هذا وهذا كي دايرين فوقاش عند التوازن ياك دونك هادو راه متساويين عند التوازن هذا اكس اكيليبر على في انطلاقا من الجدول هنا هذا اكس اكيليبر على في انطلاقا من الجدول دابا هنا شوف معايا التركيز ديال سي اش 3 سي او او لا كمية المادة ديال سي اش 3 سي او اش عند التوازن فين راه هاكاك سي فوا في موان دونك الجدول خصني نعرف نقراه هادي اش كتمثل سي فوا في كمية المادة فوقاش عند بداية التفاعل اش كدير كمية المادة كنقص في التوازن هي سي في موان اكس اكيليب دونك الا بغيت التركيز ديالو اللي هو سي اش 3 سي او او اش اليكيليب ياك هو ماذا شحال انطلاقا من هنايا سي في زيد موان اكس اكيليب عامل شحال من تلميذ ياك شحال من تلميذ كيدير هذا الخطا هذا لا ماشي عاد يختزل هنا كيمشي من غير هذيك التركيز ديال ساج 3 سي واش ياك كيجي كيقول لك هو السي اليكيليبر هو السي ويمشي يعوض يمشي يحسب نو حنا كنهضر التركيز فوقاش اليكيليبر دونك انا من بغيت التركيز نقلب على كميه الماده اشنو هي كميه الماده ها هي سي فوا في موا اكس اكيليبر في التوازن ونقسمها على الحجم في دونك ما بقاش نكتب شي حاجه ماشي هي هذيك دونك واخا كتبت هادو بثلاثه هذا يحتاج دونك غادي نمشي سيغما اشنو هي سيغما سيغما ديال المحلول وي تعبير
سيغما اليكيليب بيان سور في التوازن هذيك سيغما اللي عطاونا راه تلت دونك شكون هما الايونات صحيح سو موا واش تروا او بلوس مزيان هذاك واخا وي واخا كيف كيف نحطهم بعدا هي لامدا ديال اش 3 او بلوس فوا ماذا تركيز على اش 3 او بلوس اليكيليب ياك بلوس لامدا سي اش 3 سي او موا فوا تركيز على اش 3 سي او او موا اليكيليب دونك هذا وهذا كي دايرين بصح اش يمكن لي ندير هنا نعمل دونك الا عملت اشنو غادي يبقى لي هنا لامدا ديال من زائد سي اش 3 سي او او موا هادشي فاش صحيح في التركيز ديال اش 3 او بلوس مزيان اليكيليب صحيح دونك هادي سيغما اليكيليب دونك تلاقى مع هاد العلاقه هادي ياك واش يمكن لي نلقى التركيز ديال اش 3 او بلوس دونك واش يمكن لي عند سيغما يلا دونك شحال التركيز ديال اش 3 او بلوس صحيح دونك سيغما اليكيليب ياك مقسومه على لامدا اش 3 او بلوس بلوس لامدا سي اش 3 سي او مزيان دونك هاني لقيت شنو هذا دونك اشنو باغي انا راني باغي نقلب على هذا ياك دونك انا عرفت هذا وهذا بحال بحال لو كان عرفتهم بجوج اشنو بقى لي بقى لي هذا دونك رجع هنا اختزلوا ما اختزلوش هنا ياك دونك ولكن سي اش 3 دونك التعبير ديال سي اش 3 سي او او اش اليكيليبر دونك هو سي في ناقص اكس اكيليب على نقسم هادي هي سي في على في موا اكس اكيليب على هادي مع هادي اشنو هو اكس اكيليب على في هو التركيز ديال من ديال اش 3 او بلس دونك نعوض هنايا بالتركيز ديال اش 3 او بلس ا ليكيليب دونك هذا سي اش 3 سي او او اش اليكيليب دونك دابا عندي هذا ياك غادي نحسبوا منه صافي دونك يعني عندي التركيز ديال اش 3 او بلس وعندي التركيز ديال سي اش 3 سي او موا التركيز ديال سي اش 3 سي او اش هو سي ناقص التركيز ديال اش 3 دونك عندي سي التركيز ديال اش 3 بلس هو غادي نحسبوا دونك عندي كاملين وبالتالي يمكن يحسب كا ار ا ليكيليب دونك هنا تطبيق عددي تبان معنا هذه اللي ممكن عاوتاني دابا فيها بروبليم تطبيق عددي التركيز ديال اش 3 بلس اول حاجه ايغال سيغما شحال عطاو لكم سيغما 4.9 4.9 في 10 اس ناقص 3 الوحده شنو هي سيمنس فاش متر موا ز تبع معنا هذه مشكل عاود لا يخليك دونك لومدا ديال اش 3 بلس عطاو لكم بالميلي سيمنس 35 ميلي سيمنس لما خصك تحولها سيمنس في 10 اس ناقص ميلي ميلي شي حاجه شي حاجه في 10 اس ناقص 3 دونك غتعطيني 35 في 10 اس ناقص 3 بلس 4.9 هي فاش في 10 اس ناقص 3 الوحده شنو هي سيمنس متر مربع مول موينزا وتبع معايا هنا 4.1 قلت لكم هنا وي 4.1 دونك تبع معايا هنا واخا سيمنس الوحدات مشاو غير الوحدات تبع معايا سيمنس سيمنس مشات متر موينزا هنا متر مربع هاد لا هاد المتر مربع الا طلعت الفوق شحال تولي مول دو مع هاد الموينزا شحال تولي متر موان 3 هنا مول موان زا الا طلعت الفوق شحال تولي دونك الوحده ديال هذا ديال اش 3 او بلس دونك الا غادي تعطيني هنا 4.9 على 39.1 بيان سور الوحده هي المول في المتر موان 3 التراكيز انتوما باش كتحسبوه التركيز مول على لتر يعني مول لتر موان زا هنا عندي مول متر موان 3 صافي دونك لما نحول هادشي المول لتر موان زا هذا بالمول متر موان يعني انتوما على راسكم فوق ما عطاوكم سيغما موصليه ياك
تما تاكم سيغما موسيليا ولي لومدا التركيز ملي غتحسبوا غتلقاو بالمول متر موان تروا، ولكن انت خصك تحولوا المول لتر موان زان. دونك من المول متر موان تروا للمول لتر موان زان كنضرب في 10 اس ناقص 3. دونك حسبوا لي هذه شحال بعدا 4.9 شحال 0.12. دونك 0.12 مول متر موان تروا ياك. دونك نحولها هي 0.12 في 10 اس ناقص 3 مول لتر موان لتر موان زان. دونك هذه هي 1.2 في 10 اس ناقص 4 صحيح مول لتر موان زان. دونك نرجعوا التركيز. دونك هذا التركيز اس 3 بلس التركيز اس 3 سي او موان شحال تا هو بحالو ياك ديال لا سي 3 سي او موان هو نفسه 1.2 في 10 اس ناقص 4 مول لتر موان زان. تركيز ديال سي 3 سي واش تركيز ديال سي 3 سي واش اليكيليبر ايكال هنا سي. دونك شحال سي 10 اس ناقص 3 نقص منها شحال 1.2 في 10 اس ناقص 4 دونك شحال هادي دونك شحال هادي 10 اس ناقص 3 حسبوا لنا هادي الله يخليك 8.8 في 10 اس ناقص 4 دونك نحسبوا. دونك هادي مول لتر موان زان. اذا كا اخ كا ار اليكيليبر نعوض هادشي كامل. دونك شحال التركيز 1.2 في 10 اس ناقص 4 ياك او كاري بيان سور على 8.8 في 10 اس ناقص 4 حيت 1.2 في 10 اس ناقص 4 مضروبه في 1.2 في 10 اس ناقص 4 ياك شحال 1.63 في 10 اس ناقص 5 بدون وحده بيان سور خارج التفاعل. يلا ناخذ هادشي دونك هنا بدون وحده سير هي هادي 63 صافي يلا دونك ناخذ هادشي هنا. دونك موصليه ما تنساوش مول متر موان تروا وي التركيز ديال اس 3 بلس هو 1.2 في 10 اس ناقص 4 ياك. التركيز ديال سي اس 3 سي او موان 1.2 في 10 دونك لهنا مشيتي عودتي هادي تعوضها ب 1.2 في 10 اس ناقص 4 هادي 1.2 في 10 اس ناقص 4 يعني 1.2 في 10 اس ناقص 4 تربيها في 1.2 في 10 اس ناقص 4 هي 1.2 في 10 اس ناقص 4 او كاري اف ا شحال هي افي ا ايوا هي هادي